أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي مناهج الكونكت بلس 6، معكم مستر عماد فوزي، والنهاردة معدنا مع الدرس الخامس والسادس والسابع لسن 5 لسن 6 لسن 7، في آخر حاجة معانا في اليونت 4 الوحدة الرابعة، وآخر حاجة طبعا معانا في المنهج بتاع طبعا الصف السادس، وإن شاء الله طبعا هنبدأ بيه شرح اللي هو الكيفوكابلري، ونحل على الاكسرسايزز، ونشرح الجرامر ستاد اللي موجود معانا، ونحل التيست الموجود على طبعا الثلاث دروس، وهروح طبعا في اخر حاجه في الفيديو هنحل مع بعضينا التو تيستس اللي هو ايه الامتحانين الموجودين على ايه الوحده الرابعه. بالنسبه لليسن 5 6 7 اخر حاجه طبعا معانا اهو في اليونت، واخر حاجه معانا طبعا هي يونت 4 ان شاء الله كده. اول حاجه هنبدا بيها طبعا هي الكي فوكابلر اللي هي هيرد، هيرد يعني قطيع، مايس يعني فئران، هانتر يعني صياد، بروفايل يعني في ملف تعريفي، كومنت يعني تعليق، كومنت. بعد كده هنا سيربرال بالسي اللي هو الشلل الدماغي، بعد كده هنا كرول، كرول هنا يزحف او يحبو، باورفول يعني قوي او ذو نفوذ، ليدر يعني قائد، روت يعني طريق، انترانس يعني مدخل، رور يعني ايه زئير اللي هو الصوت بتاع الاسد. بعد كده هنا فيزيوثيرابيست يعني طبعا اخصائي علاج الطبيعي، ريسبكت يعني يحترم، بيرسونال يعني شخصي، هوبيز يعني هوايات، ووكر يعني مشاية، ريليفد يعني مرتاح البال، سناك بار اللي هو مطعم الوجبات ايه الخفيفة. بعد كده باث، باث هنا يعني طريق، شوكت يعني مصدوم، نيدز يعني هنا احتياجات، لوكال محلي، مول يعني تجاري او ماركس تجاري، ادماير يعجب، ستيكرز يعني ملصقات، ستيكرز نوتس يعني يلاحظ، انجرز اصابات، سكول بلوج هي مدونة مدرسية، سيتويشن موقف، بيت يعني هنا طبعا نت هنا يعني شبكة، سوري نت، تشينج يعني يغير، تشارت يعني جدول، برين يعني مخ، سكير ده خايف مرعوب، كول ينادي او يتصل، ووكينج فريم اطار المشي او ممشى، كابتن يعني القائد، نود هنا يعني يوم او يهز براسه، ممبر هنا يعني عضو، وبعد كده فولو يعني يتبع، ذا كانتري سايد اللي هو الريف، سكور يعني يحرز اهداف، ريسيف يعني يستلم او يتلقى، سناك هنا وجبه خفيفه، ثانك في الممتن او شاكر، هلب في المتعاون، سيريز يعني جاد او خطير، اندنج يعني ايه نهايه. بقى نروح على الكلمات اللي هنا طبعا الافعال اهو عندنا هرت هرت هرت، بعد كده فيل فلت فلت، لوز يفقد، لوست لوست، بعد كده كاتش يمسك او يصطاد، كوت كوت، وبعد كده ثرو يلقي، ثرو ثروون. نروح مع بعضينا بعد كده على جزء ايه هنا اللي هو الامبورتنت اكسبريشنز والبروبوزيشن. واول حاجه طبعا during the day خلال او اثناء النهار، get caught يعني يتم اصطياده، walk along يمشي بمحاذاه او بامتداد، get out يخرج، have a meeting يعقد اجتماع، keen on حريص على، as well as بالاضافه الى، report a problem يبلغ عن مشكله، score baskets يسجل نقاط في كره السله، be into sports يعني مهتم بالرياضه. بعد كده arrange meeting up يرتب مقابلة للقاء، come over يزور، بعد كده عندنا pull himself up on يسحب نفسه لأعلى، بعد كده in danger يعني ايه في خطر. خلصت جزء الريدنج، تعال نروح مع بعضينا على الجزء اللي تشوز اهو على الاكسرسايزز، طبعا اكسرسايز تشوز على الكلمات اللي احنا ايه قرناها. في نمبر 1 هنا بيقول لك we showed the difference needs of people، هنا طبعا لازم ايه هنا دمج يدمر، ريسبكت يحترم، ستوري يخزن، بريك يعني يكسر، طبعا هنا ريسبكت، ريسبكت هنا يعني يحترم ايه الاحتياجات المختلفة للناس. بعد كده في كويشن نمبر 2 بيقول لك ذا فيشر مان يوز زير، يعني هنا الصيادين استخدموا ايه هنا تو كاتش ا لوت اوف فيش عشان يصطادوا سمك كتير، طبعا هنا نيلز يعني هنا مسامير، اكسس طبعا هنا في فؤوس، وهنا نتس اللي هي الشبك، وهنا شوز الأحذية طبعا هي ايه نتس. نمبر 3 بيقول لك all members of our community كل أعضاء المجتمع بتاعنا can a difference تقدر تكون اختلاف، يعني يعمل اختلاف هنا اللي هي make a difference. نمبر 4 بيقول لك there is a person who tries to catch wild animals، الشخص اللي هو طبعا بيحاول ان هو يصطاد الحيوانات،
وده بيسموه هنا ايه الهانتر اللي هو الصياد، لان فيرمر فلاح، وبلامر يعني سباك، وليدر يعني قائد. نمبر 5 بيقول لك ذا ليدر شود بي، وهنا القائد لازم يكون ايه هنا ليزي كسول، ولا اجلي قبيح، ولا باورفول قوي، ولا ويك ضعيف. هي طبعا باورفول. نمبر 6 بيقول لك اللاود ساوند، صوت عالي جدا، ميد باي لاينز، عن طريق الاسود، عند اذر لارج انيمالز از، وحيوانات كتيره برضو بتعمل ايه هنا كلمه رورنج. رورنج هنا اللي هو الزئير بتاع ايه الاسود. في نمبر 7 هنا بيقول لي هنا ايه is a group of animals، مجموعة من الحيوانات that live together، بيعيشوا مع بعض، such as horses، زي الأحصنة، بنسميهم طبعا هنا festival، مهرجان، competition، مسابقة، ريس، سباق، لا هو herd أو herd. نيجي بقى لكوستيون نمبر 8، بيقول لك the mice، the gnats، with their teeth، طبعا هنا المايس اللي هو الفئران، عملوا ايه هنا طبعا في الشبكة بسنانهم اللي هو ايه pit. بيت هنا يعني ايه هنا عض، عض ويقطع، ليفت يعني غدارة، لافت يعني ضحك، بروك يعني كسر. نمبر 9 بيقول لك if you have a tusk، لو انت عندك توسك، الم في الاسنان، you should go to the ايه هنا طبعا دكتور الاسنان اللي اسمه ايه دنتست، دنتست اللي هو طبيب الاسنان. نمبر 10 بيقول لك he is very good at playing basketball، شاطر بقى في لعبة باسكتبول، he always a lot of points، هو دايما سكورز، وكلمة سكورز هنا يعني يسجل أو يحرز. كيكس يركل، ويفز يعني هنا يلوح بإيده، وهيتس يعني إيه يضرب. هنروح على اللي بعد كده طبعا، الجزء بتاع مين هنا اللي هو الجرامر ستادي اللي هي القواعد بتاع طبعا ايه الدرسين. وعندنا جزء هنا مهم جدا بيتكلم على السوبرليتيف في وسيلة التفضيل. انا عايزك تاخد بالك طبعا من جزء التفضيل هنا، السوبرليتيف اهو، السوبرليتيف ده صيغة تفضيل، هو صيغة مقارنة. يعني احنا لو انتوا تفتكروا كده كنا بنقول هنا تولر زان، صح كده، وكنا بنقول شورتر زان وبيجر زان والكلام ده كله. لكن في صيغة التفضيل بقى، انت لما بتجيب الصفة بتحط قبلها ذا، وتحط للصفة هنا اي اس تي، يبقى ذا تولست، تمام كده. يبقى كنت بقول مثلا ذا جيراف از تولر ذان ايه ذا لاين، يعني عايز اقول الزرافة اطول من الاسد. لكن هنا بقى لما تتكلم على الزرافة كاطول حيوان، فبتقول ذا جيراف از ذا تولست، تمام كده. ذا فاست يبقى ذا فاستست، طب اولد يبقى ذا اولدست، تمام كده. طيب وقال لك الصفة الأخيرة إيه عشان تضيف لها اس تي، خلي الإي وحط اس تي بس، يبقى لونج تبقى لونجست، طب كلوز تبقى كلوزست، تمام كده. طب ولو صفة تنتهي بي جي أي حرف ساكن وقبله متحرك، نضاعف الحرف الأخير زي بيج بيجست، أهي بيج أهي بيجست، في 2 جي أهو، تمام. وهنا سن تبقى سنست أهو، 2 ان أهو. بعد كده هنا قال لك اهو صفة تنتهي بواي ويسبقها حرف ساكن، نحذف الواي ونضيف اي اس تي زي هابي، تبقى ذا هابست. لو عندي هنا ايزي، ايزي يعني سهل، بص كده ايزي اهو، ايزي انت هتحذف الواي وتضيف اي اس تي، يبقى تقول ايه ذا ايزيست، يعني ايه ايزيست هنا يعني الاسهل هنا. بعد كده نروح على اللي هو ايه الحتة اللي بعد كده اهو، easiest يعني الأسهل. نروح بعد كده هنا لو عندنا صفة طويلة، صفات طويلة زي ايه هنا كده، زي مثلا beautiful، beautiful هنا صفة طويلة، زي كلمة ايه تاني interesting، interesting يعني شيق. كل الحاجات دي لما تكون طويلة هنا، كنا احنا لما نيجي نعمل مقارنة بين اتنين كنا بنقول more، نحط قبلها مين more في الحتة دي كده مور، ونيجي بعديها بقى نقول مور بيوتيفل زان او مور انترستنج زان، زان اهو. لكن طبعا لما تكون الصفة طويلة في صيغة التفضيل قال لك تعمل ايه هنا، قال لك تحط هنا قبليها ذا موست الاكثر، ولو اقل تقول ذا ليست، تمام. وبعد كده تحط الصفة الطويلة، فبتقول بيوتيفل تقول ذا موست بيوتيفل، يبقى elephants are the most powerful animals in there. بعد كده في شوية صفات، الصفات دي غير منتظمة، قال لك زي bad تقول the worst، طب وهنا مين good تقول the best، طب وهنا little تقول the least،
طب وهنا more تقول the most. اوكي، فنحل مع بعضنا اول جزء طبعا فين في الاكسرسايز اهو، تعال نشوفه مع بعض. في نمبر 1 نقول جونيور، جونيور هنا طبعا شهر يناير is often the months in Egypt. ده superlative عندك هنا، ما دام في ذا تروح تجيب هنا اللي هي ايه الصفه اللي فيها اي اس تي، يبقى the coldest months يعني ابرد شهر فين في مصر. نمبر 2 بيقول لك هاتم is student in the class، طبعا هنا اطول ولد او اطول طالب في الفصل، يبقى the tallest student in the A class. نمبر 3 بيقول لك زيز الذات، زيز الذات دي صفة غير منتظمة، فتحط مين هنا؟ best، طبعا زي ما انا قلت لك اهو good تبقى the best. ونيجي بعد كده لـ question number 4 بيقول لك it was the vacation، طبعا هنا ما دام في the بقت تبقى هنا مين؟ the worst. في نمبر 5 هنا بيقول لك what is the difficult sport، طبعا هنا difficult صفة طويلة، فاحنا بنحط هنا مين؟ most، يبقى what is the most difficult sport. نمبر 6 يقول لك mom is the person in my family، يعني هي طبعا هنا ما دام في ذا يبقى تجيب هنا مين؟ kindest. نمبر 7 يقول لك what is the animal on land، اسرع حيوان على الارض، ما دام عندك هنا ذا يبقى تروح تجيب الصفه اللي فيها مين هنا؟ est fastest. وفي نمبر 8 بيقول لك what is the، طبعا عندك صفة طويلة يبقى تحط مين هنا؟ most، يبقى what is the most interesting subject in a school. في نمبر 9 بيقول لك who is the، ما دام عندك في the يبقى تروح تدور على superlative اللي هي مين؟ oldest. بعد كده ما عندناش حاجة تاني غير and و but و so، ودول هنا طبعا تاخد بالك هنا دي روابط هنا ما فيهمش اي حاجة خالص، سهلة جدا. خلصنا كده الجزء ده، تروح مع بعضين على السؤال اللي هو قدامنا already عند complete، بيقول لي dentist photography countryside sport is wrong، ندى سكين on walking with her family and friends، the طبعا هنا near where she lives is really amazing. زي ايه طبعا هنا اللي هو اكيد هنا اللي هو ايه هنا دينتست ولا فوتوغرافي ولا كونتري سايد، دي هي طبعا هنا ايه كونتري سايد، الريف طبعا اللي حواليها او جنبيها شيق جدا جميل. قال لك شي لايك تيكينج فوتوز، بتحب تاخد صور اوف اول ذا بيوتيفول ثينجز الحاجات الجميله، شي سيز ان ذا كونتري سايد از ويل ذس شي از ريل انتو، بتحب ايه هنا ايه اللي هو الفوتوغرافي اللي هو التصوير. بعد كده بيقول لي هنا ايه شي بلايز فولي بول ات هير لوكال كلاب، بتحب تلعب برضو كره طايره فين في اللوكال كلاب، اند زي هاف كي جيمز او في جيمز اباوت هنا ايه اللي هي طبعا في نمبر 2 3 هنا تقول شيز ريلي انتو، هنا طبعا بتحب ايه؟ تحب طبعا السبورت صح. وبعد كده طبعا بتقول شي بلايز فولي بول ات هير لوكال كلوب، اند زي هاف جيمز اباوت وانس ا مانس، شي ثينكس ا لوت اباوت ذا فيوتشر، اند شي ثينكس شيز لايك تو بي ا، هي عايزه تبقى ايه هنا طبعا طبيبة أسنان اللي هي ايه دنتست، اي دنتست. خلصنا القطعة دي، ودي بعد كده قطعة هنقراها ونحلها، وبعد كده ده السؤال اللي تشوز اهو، بيقول لك وي هاد ذا، ما دام عندنا صيغة تفضيل ذا تدور على مين هنا اللي فيها اي سي تي، يبقى ذا ليست، عندنا طبعا أقل مطر هذا العام. في نمبر 2 هنا بيقول لي وات دو ثينك، وات دو ثينك هنا بيقول لك dangerous sport is، طبعا احنا هناخد the most، the most هنا هي صيغة التفضيل، أكثر رياضة هنا خطرة يبقى the most dangerous sport. نمبر 3 يقول لك mom is the، ما دام عندك the بتجيب هنا مين الصفة اللي فيها est يبقى the kindest. نمبر 4 هي is the، طبعا بتدور على الحاجة اللي فيها est the best الأفضل والأحسن. وفي نمبر 5 بيقول لك colas are the، ما دام عندي هنا ازاي بتدور على ليزيست. وبعد كده في نمبر 6 بيقول لك ماي بيد از ذا موست، طبعا لازم تجيب صفه طويله اللي هي ايه كومفورتبل بيد ان اور ابارتمنت. السؤال بعد كده طبعا سؤال الترتيب اهو، بيقول لك يو هنا ايه بقى، يو كان ميك ا ديفرنس ان
your community، يعني تقدر تعمل تغيير فين؟ في مجتمعك. وبعد كده الجملة اللي بعد كده بيقول لك the hunter caught، يعني الصياد اصطاد a small fox yesterday. السؤال اللي بعد كده في الترتيب بيقول لك what does she look like، يعني هي ايه، تشبه، شبهها ايه. كده خلصنا الجزء بتاع مين الاكسرسايز اللي موجودة على 6 دروس. تعال نروح مع بعضينا نحل ايه الامتحانات الموجودة على ايه اليونت. ريفيجن كده بسرعة على كلمات الوحدة الرابعة، عندنا glasses، عندنا braces، عندنا wheelchair كرسي متحرك، disability عجز او اعاقة، communicate يتواصل، sign language لغة اشارة، prosthetic arm طبعا زراعة اصطناعية، kindness العطف، advertisement اعلان، proud يعني فخور، movable elbow يعني قوة متحرك، confident واثق، herd يعني قطيع، hunter صياد، powerful قوي، leader قائد، respect يحترم، route يعني طريق. ده طبعا ما ننساش اللي هو reported questions اللي هي الكلام ايه المنقول. وهنا طبعا السوبر ليد بتاعنا اهو اللي هي the giraffe is the tallest، وعندنا الصفات الطويلة نحط قبلها the most beautiful، the best اللي هي غير منتظمة، ونروح على تيست يونت 4 اللي هو تيست 20. اول سؤال طبعا هو listen، وبعد كده عندنا طبعا read and هنا ايه complete. فهنا طبعا عندنا كلمة movie يعني ايه film، speaking التكلم او التحدث، newspaper جريدة، opinion رأي، have ماما I'd really like to understand the English better. بتقول لها ماما انا عايز افهم الانجليش كويس. قالت لها what do you think about، what do you think about هنا English all day with me، يعني ايه رايك تتكلمي English معايا اليوم كله، يبقى هنا speaking English. number 2 هنا بيقول I don't know mom in my، بتقول لها طبعا في رأيي it might be difficult هيكون صعب، يبقى in my هنا opinion. بعد كده what about speaking English while we our lunch then، يعني هنا ايه نتكلم انجلش بعد ما نتناول الغداء بتاعنا، يبقى have lunch. وبعد كده في الكويشن اللي بعديه بيقول لك قالت لها to me this a much better idea، فكرة حلوة. great what about watching an English ايه، طب تعالى نتفرج على English ايه هنا movie، movie ده فيلم انجليزي هتتفرج عليه تحسن عندها مهارات ايه speaking. I think that could work well يعني هيشتغل كويس. There is a fantastic movie I'd like to see. Thank you mom. دي القطعة. بعد كده طبعا مش هنحل قطعة تاني كتير عشان خاطر طبعا ايه هنا عندنا وقت الفيديو. اوكي. بعد كده نروح على السؤال اللي هو بتاع اللي تشوز اهو هحله معاكو. بيقول هنا ايه used the material to make a beautiful invention. طبعا هنا مدام عندك ذا يبقى هتجيب الصفة اللي فيها اي سي تي، يبقى ذا تشيبست. وفي نمبر 2 هنا بيقول لك شي اسكت هيم اف هي، انا قلت لك مدام هنا حولت الجملة او السؤال تروح تدور على اللي هو الماضي هاد. نمبر 3 بيقول لك وي هاز ذا موست، مدام عندنا موست هنا يبقى تدور على صفة طويلة اللي هي difficult. وبعد كده في نمبر 4 بيقول لك my dad asked what time I، طبعا هنا تدور على الباست يبقى arrived. نمبر 5 بيقول لك he asked when the school، طبعا هنا تدور على الباست اللي هو started. في نمبر 6 بيقول لك what is that، عندك ما دام في that تدور على صيغة التفضيل اللي هي most والصفة الطويلة most dangerous. السؤال بعد كده ترتيب بيقول لك he، طبعا هتقول له he is، هي از ايه هنا هي از ان، هي از ايه ان. بعد كده طبعا هنقول ايه هنا ذا باسكتبول ويل تشير تيم، يعني هو بيكون في فريق ايه اللي هو الباسكتبول ايه طبعا راكبين ايه او قاعدين على كرسي بعجل يعني ويل تشير اعاقه. بعد كده وات از ذا بيست واي to communicate، احسن طريقة ان احنا نعمل communicate. والسؤال اللي بعد كده بيقول لك the mice اللي هو الفئران هنقول saved انقذت the elephants اللي هي الفيلة from the hunter من ايه اللي هو ايه الصيادين. خلصنا الامتحان ده نروح على اخر امتحان مع بعضينا. طبعا السؤال الاول هو listen، وبعد كده نروح على السؤال بتاع read and complete.
جيب لنا بوك كتاب disabilities، وعندنا ايه prosthetic، وعندنا paint، وعندنا elbow. David is from Spain. When he was 18 years old he built طبعا هي ايه prosthetic arm. اهو prosthetic arm هو يعني زراع صناعي. احنا حلينا طبعا القطع دي قبل كده يعني مع بعضينا. With plastic bricks because he had only one arm، عنده زراع واحد. He designed it with a movable، صممها طبعا بموفابل. ايه موفابل هنا؟ ايه البو، كوع ايه متحرك. بعد كده هنا قال لك هنا طبعا ايه and a hand to fixing up. David's dad has written a comic، كتب له كتاب ايه هنا كوميك بوك اهو. هنا طبعا about David everyone thinks it's great because it helps people understand more about ايه، هيساعد الناس ان يفهموا الكثير عن ايه ال disabilities اللي هي ايه الاعاقة. بعد كده دي القطعة. وبعد كده نروح على السؤال بتاع اللي تشوز اهو. بيقول له our teacher asked، طبعا asked ايه هنا سأل، يبقى تربط هنا بمين به اف هنا. يبقى asked if we could all see the whiteboard، لو كلنا شايفين السبورة. نمبر 2 بيقول لك she asked what grandma and Dahlia after school، طبعا احنا بندور على best اهو did. وفي نمبر 3 بيقول لك what is the، عندنا صيغة تفضيل مادام في the بتجيب هنا mean must قبل الصفة الطويلة difficult. وفي نمبر 4 بيقول لك it was a vacation، مادام عندك زي بتدور على صيغة تفضيل اللي هي ايه worst. ونمبر 5 بيقول لك ليك ناصر ازاي، مادام عندك زي تدور طبعا على صيغة التفضيل للصفة اللي فيها اس تي وبقى the biggest. نمبر 6 بيقول لك my mom asked me what time، تجيب الفعل وبعد كده الفعل يبقى I did my homework. سؤال الترتيب بقى هنا بيقول لك what، هنا بعد what do، بعد كده you، بعد كده think about stories. السؤال بعد كده بيقول لك هاني، هاني wears، طبعا هاني ايه هاني is tall، الاول تقول له هاني is tall and wears glasses. السؤال بعد كده would you like، طبعا وبعد would you like هنا to do أو to work with us. Would you like to work with us، يعني تحب ايه تشتغل معانا. خلصنا كده الجزء بتاع مين اللي هو ال unit 4 دي. طبعا كانت اخر حاجة معانا طبعا على unit 4 وفي المنهج كله. اتمنى ان احنا نكون طبعا غطيت المنهج كله واستفدنا من الشرح. وما نبخلش بالاشتراك طبعا على القناة واللايكات طبعا ايه على الفيديوهات اللي احنا بننزلها، عشان طبعا ان شاء الله الفيديو ايه القناة تكبر ونقدر نكمل شرح ايه للاخر طبعا ونكمل ايه المناهج كلها مع بعض.